يا مساء الخير عليكم مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة سي تي في في كل مكان. مساء يوم جديد وحلقة جديدة وسنة جديدة. زي النهاردة من 16 سنة بقيت تقدر تفتح التلفزيون تلاقي قناة سي تي في، بقيت تقدر تتفرج على القداس، تشوف البرنامج الروحي، البرنامج المتنوع، تشوف كل محتوى قناة سي تي في. عشان كده النهاردة حلقتنا مختلفة، حلقة استثنائية، وطبعا أنا مش فيها لوحدي، معايا كمان زميلي شنودة. كل سنة وانت طيب يا شنودة. كل سنة وانت طيبة يا يوستينا، كل سنة وكل مشاهدينا طيبين. وزي ما قالت يوستينا، مع بداية الألفينات انتشرت الأقمار الصناعية وانتشرت القنوات الفضائية، وكان لازم الكنيسة القبطية المصرية يكون ليها قناة قوية. وزي ما ربنا بيختار في كل وقت مختاريه، كان المتنيح الأرخن الفاضل الدكتور ثروت باسيلي له رؤية سباقة في إنشاء هذه القناة، إن الكنيسة يبقى عندها قناة مصرية قبطية بهوية أرثوذكسية ببرامج متطورة، فكانت سي تي في في نوفمبر 2007. حقيقة زي ما قلت يا شنودة، احنا طبعا بعد 16 سنة من قناة سي تي في، لو هنشكر ناس كتيرة قوي علشان المكان ده يكون موجود. طبعا في مقدمتهم المتنيح الأستاذ ثروت باسيلي وكل عائلة دكتور ثروت اللي تولوا بعده المهمة علشان المكان ده يفضل مكمل، يفضل بينول ثقة حضراتكم انكم تفتحوا لنا بيوتكم علشان تشوفوا كل محتوى القناة. كنيسة في كل بيت زي ما قلت لحضراتكم، تشوف القداس، تشوف الوعظة، تشوف البرنامج الروحي، تشوف برنامج في النور طبعا بكل محتوى المتنوع، ومتابعتنا مع حضراتكم للأخبار والأحداث، وثقتكم الكبيرة فينا الحقيقة اللي احنا دايما بنكون حريصين ان احنا نكون قد هذه الثقة. وكان شعار ربنا موجود، الكلمة اللي كان بيقولها المتنيح قداسة البابا شنودة هو شعار وسلوجن القناة، ربنا موجود. انطلقت سي تي في بكل برامجها والمتطورة والرؤية المتطورة، ولكن مع الحفاظ على الهوية المصرية القبطية. عشان كده احنا النهاردة بنحتفل مع حضراتكم بهذه المناسبة. من بداية كل برامج القناة زمايلنا ابتدوا معاكم من الصبح وصولا لينا، وعندنا بث مباشر على صفحتنا على الفيسبوك سي تي في ايجيبت، ممكن من الكيو ار كود اللي بيبقى على الشاشة حضراتكم بتخشوا وتخشوا على الصفحة على طول. اللي مش قادر يتابعنا من على التلفزيون يقدر يتابعنا من على الفيسبوك، لان عندنا حلقة مختلفة بفقرات مختلفة لقناة قدرت انها تسيب بصمة بشهادات مشاهدينا وبتشجيعكم دايما لينا. تابعونا بعد الفاصل، عندنا حلقة جديدة مختلفة. مرحب بحضراتكم مرة تاني، وبنقول لحضراتكم مرة تاني كل سنة وانتم طيبين، وطبعا مستنين كل تفاعلكم معانا على مدار الحلقة، سواء على السوشيال ميديا، على صفحتنا على فيسبوك سي تي في ايجيبت، اكتبوا لنا في التعليقات ذكرياتكم يعني كل حاجة عايزين تشاركوها معانا مع قناة سي تي في. وطبعا هيكون في مساحة ايضا لاستقبال اتصالاتكم علشان تشاركونا بقى الحلقة النهاردة، لان هي حلقة احتفالية ومختلفة. لكن الحقيقة النهاردة وإحنا جايين كده في الطريق أو من بداية اليوم، شفنا في تغيير في حالة الطقس، فحبينا أن احنا نطمن كلنا إيه اللي بيحصل. الجو اتغير في ساعات معدودة الحقيقة، اتحول تماما، بدأنا نشوف مطرة ونستشعر كده أن الشتاء وكأنه داخل، ولا أنت شايف إيه يا شنودة؟ أنا من عشاق الشتاء، أنا أول ما لقيت الجو كده داخل على الشتاء وفي نسمة حلوة الصبح بفتكر دايما أغنية الست فيروز العظيمة نسم علينا الشتاء. نعرف كده نشوف نسم علينا الهوا بقى. نسم علينا الهوا من كتر حبي في الشتاء غلط. المهم إن الجو بتاع الشتاء يوسينا بيدينا كده نوع من النشاط، ساقعة وعايزين نتدفى، بس في نشاط وأكتف، واليوم نقدر ننجز فيه حاجات كتير غير حر الصيف والرطوبة. تتفقي معايا؟ الصيف طول، يعني خلينا متفقين إن هو الصيف بقى تلتين السنة، الصيفية طولت فالناس اشتاقت للشتاء بشكل كبير. الأرصاد الجوية بتقول إن في توقعات إن الأسبوع ده هيكون فيه حالة من سقوط الأمطار على مختلف أنحاء الجمهورية. يمكن بالفعل النهارده شفنا في تفاوت الحقيقة في سقوط الأمطار، يعني في أماكن شافت أو شهدت سقوط بكميات كبيرة، وفي أماكن تانية كان الموضوع بشكل محدود. خلينا بقى نطمن على حالة الطقس ونعرف الأجواء يعني بتحمل لينا إيه خلال هذا الأسبوع تحديدا. بنرحب معانا على التليفون بالدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية. مساء الخير يا دكتور. مساء الخير لحضراتكم وبكل السادة المشاهدين، أهلا بحضراتكم. أهلا بحضرتك.
والحقيقه حاله الطقس كل سنه وحضرتك طيب. وحضرتك طيب وبخير يا دكتور. حالة الطقس النهاردة يا دكتور مختلفة جدا، والناس بدأت تتساءل هل خلاص كده الشتاء بدأ بشكل رسمي بعد التغيير اللي بيحصل في الجو. فحضرتك يعني قول لينا بناء على توقعات هيئة الأرصاد طبيعة الطقس ايه خلال الفترة اللي جاية؟ لا طبعا ما نقدرش نقول ان فصل الشتاء ابتدى بشكل رسمي، احنا لازلنا في فصل الخريف، النصف الاول من فصل الخريف بيكون هو فيه تقلبات كتير في الاحوال الجوية. احنا حاليا في منتصف فصل الخريف، دي فترة التقلبات الواضحة في الاحوال الجوية ما بين ارتفاعات وانخفاضات في درجات الحرارة، ايام بنلاقي فيها تأثرنا بالمنخفضات الجوية اللي احنا بنشهدها حاليا، ودي بيكون فيها تكاثر للسحب المنخفضة والمتوسطة زي ما شفنا كان في امطار على مناطق كتير من الجمهورية زي القاهرة والشمال ووسط الصعيد ومدن القناة. بكرة على سبيل المثال هتنحصر الامطار فقط على مناطق من الوجه البحري بامطار خفيفة المتوسطة، وهتصل خفيفة لمناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر. يوم الثلاث هيختلف المناطق، الأمطار هتكون فقط أمطار على السواحل الشمالية، هتكون متوسطة ورعدية في بعض الأحيان، هتمتد المناطق من محافظات الوجه البحري لكن بشدة أقل. هنلاقي على يوم الخميس القادم في استقرار تام في الأحوال الجوية. يعني ما نقدرش نقول بشكل كامل إننا في فصل الشتاء، إحنا لازلنا في فصل الخريف المعروف وفصل التقلبات. يعني حالة سقوط الأمطار دي يا دكتور هي بتتماشى مع الطق أو الفصل اللي احنا فيه، فصل الخريف ان هو فصل انتقالي فنشوف شوية مطر أو يعني شيء بهذا الشكل، لكن حضرتك بتأكد ان المحافظات أو المناطق اللي تشهد كميات أكبر من الأمطار هي اللي بتطل على السواحل الشمالية أو على البحر المتوسط. دكتور محمود، طيب على كل حال بنشكرك شكرا جزيلا دكتور محمود القياتي عضو المركز الاعلامي لهيئه الارصاد الجويه. حبينا في البدايه كده نطمن على حاله الطقس ونعرف طبعا. يعني الاسبوع ده على الاقل هيبقى فيه شويه مطر كده، ومحافظات هيبقى فيها نسب اكبر من محافظات تانية. وخلي بالك كمان يا استينا ممكن المطره يعني تيجي مش معناها ان الشتاء جه زي ما قال دكتور. احنا انا فاكر يا جماعه احنا السنه اللي فاتت ابتدينا نلبس شتوي شتوي على نص ديسمبر، اولادنا الصبح والمدارس بيتقلوا بس بيجي تحرر وسط النهار وكده، فالدنيا يعني برضو زي ما قالت يوستينا الـ 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 الشتاء بيتقلص والصيف بياخد مساحة اكبر. ده بقى بيودينا لايه؟ بيودينا للحتة بقى بتاع تغيير الجو والامراض والكلام ده كله. وفي نقطة مهمة جدا وعفوا يعني بين قوسين كده، افتكاسة بتحصل بقى لها كام سنة تحت عنوان حقنة البرد، يقول لك خد حقنة البرد دي تظبط لك الدنيا ومش عارف ايه، بتبقى خليط ما بين مضاد حيوي وكورتيزون ومسكن للالم، وكل حاجه من دول لوحديها دون استشاره الطبيب ازمه، وتعمل لناس عندها مشاكل ازمه. من فضلكم بلاش ناخد ادويه بدون استشاره طبيب، لان هيئه الدواء المصريه النهارده حذرت من خطوره حقنه البرد واكدت على الكلام ده، وقالت انها ممكن بتسبب ضعف في المناعه، بتاثر على مرضى السكري وارتفاع ضغط الدم، مش بتعالج كمان. المضاد الحيوي لا يعالج البرد، البرد ليه كده بروتوكول، وخلي بالكم ان انضم للبرد العادي او ما يعرف يعني اللي بنسميه بالانفلونزا بقينا نتعامل مع الكورونا زيها زي الانفلونزا. فالقصه مش مضاد حيوي والقصه مش حقنه برد، القصه دكتور متخصص يكشف على حضرتك في عيادة في مستشفى في مستوصف ويديك روشتة تروح تصرفها. بلاش يا جماعة نجتهد في صحتنا. طب تعالوا نفهم بقى الخبر اكتر يا وسينا ونعرف اكتر من المتخصصين. يعني بيشرفنا ان احنا يكون معنا دكتور امجد الحداد رئيس قسم الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح. دكتور امجد اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك واهلا بالساده المشاهدين. اهلا بيك يا دكتور مشرفنا ومنورنا. اهلا بحضرتك. اهلا بيك دكتور امجد. حقنه البرد اللي بقت ثقافه منتشره داخل المجتمع المصري وتحذير النهارده من هيئه الدواء، حابين نفهم اكتر من حضرتك التفاصيل وازاي الناس تتعامل مع هذا الموضوع. حقنه البرد او حقنه هتلر او الكوكتيل او الثلاثه في واحد على حسب ما تسمى في المنطقه الشعبيه اللي بتؤخذ فيها، حقنه ليس لها اي اساس طبي فعليا. ليه ليس لها اساس طبي؟ لان احنا بالفعل العدوات المنتشره هي عدوات فيروسيه، والعدوى الفيروسيه لا تعلق اصلا بالمضاد الحيوي، والحقنه دي من ضمن مكوناتها حقنه مضاد حيوي. تمام. وبالتالي هي في الاساس ليست علاج للفيروس، لان الفيروس لا يعالج بالمضاد الحيوي.
ثانيا علشان يحصل نوع من الارتياح، بيحصل نوع من الارتياح الوهمي، عشان كده بيحطوا عليها حقنة كورتيزون، حقنة مسكن. أيوه. عشان يشعر الشخص بنوع من الارتياح، لكنه بالفعل ارتياح وهمي وله اثار جانبيه بعد ذلك. تمام. طب ايه هو الارتياح الوهمي وبيحصل ليه؟ سبب انها بتحتوي على حقنة كورتيزون، هتشعره بالارتياح ان هو الحراره نزلت والجسم اتحسن والسخونيه راحت، لانها حقنة كورتيزون وهي مضاد للالتهاب سريع المد. ايوه. طيب انا بس يا دكتور عايز اسال حضرتك على حاجه. احنا دلوقتي يعني من 4 سنين انضم لنا الكورونا وبروتوكول الكورونا اللي كل شويه بيتغير. الناس دلوقتي لما بقى بيجي لها دور برد، باستثناء كمان موضوع حقنه البرد، يقول لك ايه، خد الدواء الفلاني مع الدواء الفلاني مع الدواء الفلاني وكده هتبقى تمام والدنيا، سواء بقى برد او كورونا او كمان زي ما كانت الناس ساعات بتتريق تقول لك اهو دور برد عادي وهو بيبقى كورونا. ازاي اقدر يعني اتعامل بسلام، خصوصا اولادنا الصغيرين اللي معرضين مع تغيير الجو لادوار كتير الايام دي؟ كورونا كان فيروس مستجد بالفعل، كانت طبيعته وطريقه انتشاره وقوته والعلاج دي كان لينا مبهر، وكانت مضاعفاته خطيره، فبالتالي كان فيها مضاعفات بكتيريه، فكنا بنلجا احيانا لاستخدام بعض المضادات الحيويه. الان بكورونا وضحت الرؤيه، بقى له لقاح وبقى له علاج خاص به، فبالتالي لا داعي لاخذ اي مضادات حيويه في العدوى الفيروسيه سواء كانت برد او انفلونزا او كورونا. كورونا بتحوره بقى ضعيف، اصبح اقرب الى دور البرد، فبالتالي كل العدوات الفيروسيه سواء كورونا او انفلونزا او برد لا تعالج نهائيا بالمضادات الحيويه. المضادات الحيويه تضعف المناعه، تؤثر على مناعه الشخص، تجعله اكثر عرضه للاصابه بعد ذلك بالعدوات البكتيريه، وتجعل مقاومته للعدوى البكتيريه اقل، فبالتالي لا يستخدم نهائيا المضادات الحيويه في علاج العدوى الفيروسيه. طب ايه؟ برد، كورونا، انفلونزا، خفض حراره زي الباراسيتامول، راحه، سوائل، يتعافى الشخص تلقائيا عن طريق مناعته. لا داعي لاخذ الكورتيزون، لا داعي لاخذ المسكنات، تغيير الباراسيتامول، لا داعي لاخذ اي مضادات حيويه. انت بتضعف مناعتك، هتصاب بالسكر بسبب فرط استخدامك للكورتيزون، هتسبب ارتفاع في الضغط، هتسبب مشاكل صحيه، قد تضعف مناعتك بسبب الاستخدام المفرط للمضادات الحيويه. تمام. وبالتالي حقنه البرد ممنوعه منعا باتا وليس لها اي دور طبي، بالعكس كمان لها اثار جانبيه ولها مضاعفات، لان احنا ساعات بناخد كمان المضادات الحيويه اللي هو بدون داعي بدون عمل اختبار، وده ادى الى وفاه بعض الافراد في بعض المناطق في مصر، في اسكندريه وبعض المناطق، بسبب عدم اجراء اختبار. اولا خدناها بدون داعي وما عملناش اختبار حساسيه للمضاد الحيوي، وده كان خطا قاتل. أيوة. جدا فعلا. ادى الى وفاه بعض الاشخاص. ده صحيح. صحيح يا دكتور. دكتور معلش سؤال اخير بعد اذن حضرتك، ازاي نحافظ على او نعلي مناعتنا خصوصا اطفالنا الصغيرين او احنا بصفه عامه؟ هل بالتركيز على نوعيه ماكولات معينه ولا فيتامينات مثلا دون ذكر اسماء معينه؟ يعني ازاي اعدي فصل الشتاء بقليل من ادوار الانفلونزا او البرد او الكورونا؟ طب هنعدي المصطلح تعليه المناعه ده، لان ما فيش حاجه اسمها تعليه مناعه، هنقول ان الاشخاص البالغين بنحتاج الى جهاز مناعي متوازن. الاطفال مع نموهم بيحتاجوا فعليا الى تقويه هذا الجهاز لان لسه في مرحله النمو. اما الاشخاص البالغين اكتملت كل اعضائهم، اقول الكبار جهاز مناعي متوازن والاطفال ازاي احافظ على مناعتهم مقويه. اول حاجه التغذيه السليمه الخاليه من المواد الحافظه، خاليه من العناصر الدهنيه والسكريه، البروتين، قليل الدسم، قليل السكر، يعني بالعناصر العوده الى الطبيعه في اخذ الفيتامين والعناصر المناعيه، فيتامين سي يؤخذ من الفواكه والخضروات، من السلطات، من البرتقال، من الجوافه الى الكيوي، الزنك من البقوليات والمكسرات، البروتين الحيواني جهازنا عباره عن اجسام مضاده، البروتين هام جدا وضروري، البعد عن المياه الغازيه، البعد عن المواد الحافظه. ده الغذاء. الرياضه عنصر هام وضروري جدا للحفاظ على مناعتنا، ممارسه الرياضه تمارس الدوره الدمويه. ثالث عنصر البعد عن التدخين، رابع عنصر النوم، اخذ قسط راحه من النوم لا يقل عن 7 إلى 8 ساعات يوميا يحافظ على جهاز مناعي متوازن. تمام. البعد الخامس العامل النفسي، البعد عن التوتر، عن القلق، عن الانفعال، عنصر هام جدا لمناعتنا، بجانب اخذ اللقاحات، مهم جدا صعب يا دكتور، الانفلونزا، ومهم جدا ناخذ لقاح كورونا. اهو ده اللي صعب بقى في ظل الظروف. انا عارف طبعا، عفوا ان انا بقطع بحاجه زي كده، البعد عن التوتر في ظل الاحداث دي هو ده اللي صعب شويه. بالفعل هنقول عليها دي بقدر الامكان، البعد عن الاكتئاب، التوتر. تمام. تمام. دكتور امجد الحداد رئيس قسم الحساسيه والمناعه بهيئه المصل واللقاح، بنشكر حضرتك يا فندم، شكرا جزيلا. شكرا. هي سعداء جدا ان البيانات دي خرجت بشكل سريع قبل ما ندخل في الشتاء وامراض الشتاء، علشان السنه اللي فاتت يعني اقرب مثال لينا شفنا شباب في عز يعني صحتهم بمجرد ما اخذوا الحقنه دي. أيوه. اللي بتتسمى بقى هتلر ولا حقنه معرفش فيتامينز او ايا كان المسمى، بيتوفوا
عفو. فكان مهم جدا الحقيقة ان احنا نشير لهذا البيان. والحقيقة ان الموضوع التاني اللي معانا كمان او القصة التانية اللي حابين نتكلم فيها مع حضراتكم دلوقتي ايضا مهمة جدا، لان احنا بنتكلم على ان احنا دولتنا هي دولة واعية، دولة بتتواكب مع كل جديد ومع اي احداث بتحصل عندنا في الشارع. الخبر اللي معانا دلوقتي بيتكلم على تعديلات في قانون العقوبات وافق عليها بشكل نهائي مجلس النواب، ليها علاقة بالتحرش، ليها علاقة بالتعدي على الغير، ليها علاقة بالتنمر. الحقيقة الجرائم كلها بقى في تفنن كده علشان الناس تتنمر على بعض، بقى في تفنن علشان يحصل تحرش بالبنت او بالسيده، سواء في العمل، سواء في وسائل المواصلات، في مختلف الاماكن. لكن الخبر اللي معانا دلوقتي او هذا التعديل بيقول لينا ان هذا التجاوز يعني الدوله مش هتسكت عليه، وبالتالي شايفين تعديل في القانون عقوبات صارمه رادعه بتوقف اي حد عند حده الحقيقة، وتبقى أنت آمن على بنتك في الشارع، في وسائل المواصلات، في أماكن العمل، لأن للأسف هذه الأماكن بقت البنات فيها والسيدات عرضة بشكل كبير جدا لمخاطر مختلفة. نتكلم على تفاصيل أكتر ليه علاقة بهذه التعديلات، إيه العقوبات اللي بتنتظر أي شخص ممكن يتجاوز بهذه التصرفات. مرحب معانا على التليفون بالدكتورة هالة عبد القادر، رئيس مجلس أمناء المؤسسة المصرية لتنمية الأسرة. أهلا بيكي معانا يا دكتور. أهلا بيكم. أهلا وسهلا بيكم. أولا أنا والقناة طيبة، علشان بس دي حاجة مهمة ما نقدرش نغفلها وإحنا بنتكلم. كل سنة وأنتم طيبين بمناسبة عيد ميلاد القناة. وحضرتك طيبة وخير وتهنئتك يعني غالية على قلوبنا جدا يا دكتور. ميرسي لحضرتك. أنتوا أغلى عندي، أنتوا أغلى عندي. خلينا نبدأ بهذا التعديل اللي صدر النهاردة أو تم الموافقة عليه بشكل نهائي من قبل مجلس النواب. أولا حضرتك كلمينا على أي أساس جاء هذا التعديل، يعني الواقع كان واصل إلى أي مدى، وبالتالي شفنا هذا التحرك وإن كان لازم يكون في تغليظ للعقوبة لهؤلاء الأشخاص. الحقيقة التعديل ده جه نتيجة النقلة التشريعية اللي حصل في القوانين المصرية في الفترة الأخيرة، اللي هي الحقيقة زي ما يمكن حضرتك قلتي في بداية كلامك إن الدولة واعية جدا لحالة التطور اللي لازم يكون موجود في هذه المرحلة، وإن احنا ما نغمضش العين عن الجرائم اللي بترتكب ضد النساء. خدي بالك احنا يمكن من 10-15 سنه لما كنا نيجي نتكلم على العنف ضد المراه كان يتقال لنا مفيش حاجه اسمها عنف، يعني يا جماعه تجيبوا الكلام الغريب ده منين؟ النهارده احنا بنطرق الابواب على قضايا مسكوت عنها وفضلنا مسكوت عنها لفترات طويله، ودي انا اعتقد اهم فتره المراه المصريه بتعدي بيها على مستوى القوانين. فالنهارده القانون ده لما يتعدل وتغلظ العقوبات على جريمتين، الاولى بان بنتكلم فيها على من يتعدى على المراه في الاماكن العامه او الخاصه، سواء كان شخص او اكثر، بالتنمر، بالتحرش، بالاساءه اللفظيه او الماديه، وبيغلظ العقوبه بيخليها ما بتقلش عن سنتين وما بتزيدش عن 4 سنين، وعقوبه ماليه ما تقلش عن 100,000 وما تزيدش عن 200,000 او بالعقوبتين مع بعض. حضرتك بتتكلمي على تعدي لفظي او تعدي جسدي. يعني سواء هو باللمس او باي شكل من اشكال الملامسه او باللفظي كمان. خدي بالك احنا عندنا الاساءه اللفظيه ممكن تؤدي الى يعني تشويه في نفسيه البنت او السيده اللي بتسمع الكلمات او الالفاظ دي. طبعا الالفاظ المسيئه بالظبط بالظبط، لان دي يعني 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 قد ايه فعلا حساسيه المشرع لما يقول التعديات اللفظيه واحساسه بقد ايه دي هتاثر على المراه، فيغلظ العقوبه ويساويها زيها زي العقوبه الماديه، اللي هو دايما لما الناس تتكلم عنها يقول لك هو ما ضربهاش، هو بس قال لها كلمه، وده الناس كانت بتتهاون فيه. فالنهارده لما تبقى العقوبه بالقوه دي، ده معناه ان هنا اصبحت في نقله نوعيه في التشريعات المصريه. النقله الثانيه او القانون الثاني اللي تم تغليظ العقوبه، الاساءه بقى في اماكن العمل، والتحرش في اماكن العمل، والتنمر والتعرض للغير
برضو باللفظ او بالفعل او بغيرها من انواع التعدي، والعقوبه فيها ما بتقلش عن 3 سنين وما تزيدش عن 5 سنين، وبرضو بتبقى ما تقلش عن 200,000 جنيه وما تزيدش عن 300,000 جنيه او بالعقوبتين. حقيقة احنا سعداء جدا بهذا التعديل وهذه العقوبات الحقيقه رادعه لمثل هذه التصرفات اللي ما ينفعش ابدا يكون في سكوت عنها. انا بشكرك شكرا جزيلا طبعا. دكتوره هاله عبد القادر رئيس مجلس امناء المؤسسه المصريه لتنميه الأسرة، تاني بنقول إن إحنا سعداء إن دولتنا هي دولة واعية باللي بيحصل في الشارع واللي بتتعرض ليه البنات والسيدات في مصر. خليني أضم صوتي لصوتك يا أستينا، وأنا كمان سعيد لأن إحنا عندنا مشكلة في الحاجتين دول بالذات. البعض كان بيشوف إن التحرش أو المعاكسة استظراف خف الدم، أنت مش عارف أنت بتسبب إيه للي قدامك، زائد إن هو سلوك ابتدى إن هو يتمادى ويخش طبعًا في أفعال أكتر من كده. أيضًا التنمر، يعني في ناس يا جماعة وصل بيها التنمر إنه سببوا للناس آلام نفسية وآلام عصبية وناس تعبت بسبب الموضوع ده. إحنا زمان ما كانش عندنا كلمة التنمر دي، كلمة جديدة علينا، فإحنا في ناس كان يقول لك أصلًا ده بيتريق عليه أو ده بيقول عليه بيتهكم عليه، يعني لو قلنا لفظ كويس. فإحنا كان عندنا في الثقافة المصرية وسطينا الحتة دي ما كانش حد واخد باله منها، يا عم ده بيعكس ده بيتريق ده خف الدم وإن ده إن أنا بس بنكش ابني، إن أنا أقول له إن أنت إيه لونك ده، أنت شوكولاتة أنت مش عارف إيه، في الكلام ليه يا ابني كده، أنت مش عارف تتكلم ليه، بدل ما أكون أنا مصدر الأمان والتشجيع والدعم وإن أنا أحتوي أي مشكلة لا ابني بيمر بيها، لا انا بفاقم من الموضوع بكلمه. والحقيقه ما نستقلش ابدا باي كلمه ممكن نكون بنقولها سواء لاولادنا او للاشخاص المحيطين بينا. ايوه، سواء كان ابني بقى، كان زميلي، كان حد بيتحرش بحد في الشارع او بيعاكس حد، يعني سلوكيات هي في الاخر منبوذه ومرفوضه تماما. الحقيقه برنامج في النور من يعني مش عشان احنا بنقدمه، ولكن ده بشهادات مشاهدينا والمتابعين بيعتبر من اهم برامج قناة سي تي في، مع كل برامج سي تي في ولها كل الاحترام والتقدير وكل زملائنا اللي فيها، لكن هذا البرنامج بدأ من 13 سنة تحديدا من اكتوبر 2010، وزي يمكن حضراتكم بتتابعوا كل القنوات الفضائية، مش القنوات القبطية بس او المسيحية، حتى على مستوى القنوات العامة، يمكن برنامج في النور يعد هو البرنامج الاقدم المستمر بعنوانه وتفاصيله وفورماته من 2010 حتى النهاردة سنة 2023، 13 سنة بكل الزملاء اللي تناوبوا عليه في الاعداد وفي التقديم وفي رئاسة التحرير وكل الكوادر الفنية من زمايلنا خلف الكاميرات اللي هم الجنود المجهولة واللي بينزلوا يعملوا تقارير وزملائنا المراسلين. برنامج ليه تاريخ كبير، احنا كمذيعين بنتشرف ان احنا جزء من نجاح هذا البرنامج يا أستينا. طبعا زي ما قلت يا شنودة، برنامج ليه تاريخ كبير، وطبعا كان هدفه الأساسي هو حضراتكم، هو ان احنا ننقل الواقع وان احنا نوضح كل تفاصيل الأحداث اللي بتحصل من مختلف الزوايا، وان احنا نلتقي بأهم وأكبر شخصيات في مختلف المناصب علشان نقرب لحضراتكم دائما المشهد من زوايا وأبعاد مختلفة. فالحقيقة هو برنامج في النور زي ما قلت يا شنودة، احنا بنتشرف ان احنا نكون جزء من هذا البرنامج واللي بينول ثقة حضراتكم بشكل كبير. علشان كده زملائنا في الإعداد والمونتاج عملوا لنا كده تقرير عن أهم المحطات، ومخرجنا طبعا عن أهم المحطات اللي هي تناولها برنامج هذا، برنامج النور هذا العام تحديدا 2023. اتكلمنا معاكم في موضوعات كتير قوي، تعالوا نخرج لهذا التقرير نتعرف عليها ونرجع لكم في هذا اليوم الاحتفالي المختلف. الحقيقة ان هي مش مجرد لقطات ولا مجرد يعني فيديو صغير حضراتكم شفتوه دي، ولو يعني كده نبذة بسيطة قوي عن السنة اللي فاتت بالكامل. حلقات كنا حريصين ان احنا نتكلم فيها على موضوعات يمكن غيرنا ما كانش بيتكلم عنها، يمكن غيرنا ما كانش بيتناول هذه الموضوعات بهذا العمق او بهذه التفاصيل. يعني حقيقة ضيوف اعزاء شرفونا على مدار هذا العام، وكانوا الحقيقة سعداء ان هم يكونوا متواجدين داخل قناة سي تي في، اللي احنا دايما بنقول ان احنا بنتشرف ان احنا جزء من هذا المكان. بمجرد ما بنقول لهم سي تي في بيكونوا سعداء ان هم يكونوا متواجدين معانا. زي ما قلت لحضراتكم قضايا مختلفة، ويمكن أنا بالنسبة لي من أبرز القضايا اللي كنا أول الناس اللي يتكلموا فيها على هذه الشاشة، على شاشة التلفزيون،
قضية الطفل شنودة وقد إيه فعلاً كنا بنشتغل في الموضوع ده بكل قلبنا، كل يعني زملائي في الأعداد والإخراج سواء اللي معانا دلوقتي أو كمان اللي ما كملوش معانا الرحلة والمشوار، لكن كان في جهود كبيرة قوي علشان نطلع لحضراتكم نقول كلمة الحق في الموضوع ده ونستعرض القضية بتفاصيلها المختلفة. خليني أكد يا يوستينا، وطالما جبتي سيرة الطفل شنودة وسيرة زملائنا، يعني في زميل لينا في الإعداد وهو الأستاذ مينا بذل مجهود خرافي عشان يجيب شنودة وعيلته قبل الهوى ويطلعهم معانا هنا، وراح وعافر وجابهم، كان في ظروف كده وبعض الحاجات. أستاذ مينا صلاح بنشكره مع كل فريق الإعداد بتاعنا اللي معانا في البرنامج، طبعا أستاذة ميري وأستاذة مريم وأستاذ رزق وفريقنا يا جماعة، طبعا عوض والحقيقة يعني كادر كبير جدا وطبعا زمايلنا ورا الكاميرات والفنيين ومصورين والمهندسين، حضراتكم يعني مش متخيلين يعني كم الناس اللي بتشتغل علشان حضراتكم تشوفوا ساعتين على الهواء. بنتكلم إخراج بمساعدين مونترين، بنتكلم على مهندسين بس، مهندسين صوت، مصورين، فنيين بمختلف طبعا يعني مناصبهم وأماكنهم، فعدد كبير جدا من زمايلنا لولاهم الحقيقة مش هنقدر نطلع ونكون مع حضراتكم، ففرصة أن احنا نوجه ليهم كل الشكر. يمكن احنا كمان يعني اللي قدام حضراتكم بناخد الشكر او بناخد اللقطة على الشاشة، لكن صدقوني مش بنقولها من قبيل المجاملة، عشان القناة دي تستمر 16 سنة بإدارة ناجحة وتوجهات ناجحة رغم كل الصعاب اللي بتمر بيها البلد خلال الفترة دي، وي 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 مجهود الناس دي ومجهود هذا الجيش زي ما قالت يوستينا اللي هم خلف الكاميرات، هو ده اللي بيخلينا احنا قاعدين على الكرسي ده بنوصل لحضراتكم الأخبار صح، بنفتح الموضوعات اللي تهم حضراتكم بقوة وبمنتهى الأمانة والحيادية، عشان بلدنا نمرة واحد وكنيستنا نمرة اتنين. طبعا جزء أساسي من حلقتنا النهاردة أنكم تشاركونا في هذه الحلقة سواء من خلال تعليقاتكم على السوشيال ميديا أو كمان من خلال اتصالاتكم على أرقام التليفون اللي هتظهر قدامكم على الشاشة. مستنيين بقى تشاركونا التهنئة وذكرياتكم الجميلة مع قناة سي تي في ومع برنامج في النور والحلقات اللي بالنسبة لكم يمكن كانت مميزة هي أيضا والموضوعات اللي كنا بنتكلم فيها. والحقيقة حابين نتشارك أيضا هذا اليوم السعيد مع بعض من ضيوفنا الكرام اللي هيشرفونا عبر الهاتف. خلينا نرحب بداية بالدكتور محمد الشيخ نقيب صيادلة القاهرة وعضو لجنة الصحة في مجلس الشيوخ. مساء الخير يا دكتور. مساء النور على حضرتك وعلى السادة المشاهدين. حقيقة دايما بنسعد بوجود حضرتك معانا في برنامج في النور سواء بتشريفك لينا هنا أو كمان عن طريق التليفون، فحضرتك كلمنا أكتر على شايف إزاي دور قناة سي تي في ودور برنامج في النور في إن هو يخدم المشاهد المصري بصفة عام. يعني أنا عايز أقول الأول كل سنة طيبين، وكل سنة وإدارة التلفزيون والقناة كلها طيبين، وكل سنة والمصريين كلهم بخير. يمكن انا عايز اقول ان يعني طبعا صاحب القناه يعني يمكن من حسن حظنا ان هو صيدلي، كلنا الشرف والفخر بان هو صيدلي الدكتور ثروت بسيري يعني رحمه الله عليه. الدكتور ثروت كان عنده بعد نظر وعنده رؤيه كبيره جدا، كان قامه كبيره جدا في مش بس في مجال الدواء، لا ده يعني النهارده شركه امون اللي هي اسسها الدكتور ثروت اللي لها رياده من 10 الاوائل على مستوى مصر كلهم في الدواء وفي مجال الدواء، لا ده في الاعلام كمان. دكتور ثروت كان ليه مجال كبير جدا، واظن ده واضح حقيقي. جدا يعني القناه يمكن ليها دور كبير قوي دلوقتي وليها مستمعين يعني ما اقدرش مش عايز اقول لك مستمعين كتير جدا ومتابعين على مشاهدين على مستوى العالم العربي وعلى مستوى مصر. والحقيقه يمكن واكثر حاجه فيها كمان الحقيقه برنامج في النور ده برنامج له مشاهدين كتير ومتابعين بشكل كبير، وعايز اقول ان ده طبعا ده يعني فخر لنا كلنا. برنامج بيعرض المشاكل وبدون اي تحيز اي حد، برنامج وطني يعني قناه وطنيه مخلصه داعمه ومنبر اعلامي رائع، فده طبعا انا بحييكم عليه وبحيي القائمين على القناه على استمرارها ونجاحها بالنجاح
المبهر لحد النهارده يعني. الحقيقه سعداء جدا بمداخله حضرتك وتهنئتك لينا، وهذه الاشاده الكبيره الحقيقه اللي هي يعني شرف وفخر لينا بشكل كبير. وخليني اكد ان برنامج في النور مش بس فريق عمل هنا من مذيعين ومعدين وخلاف، ولكن كمان ان احنا لولا وجود حضراتكم معانا في مختلف الحلقات ده بيضيف لينا بشكل كبير. بشكرك شكرا جزيلا الدكتور محمد الشيخ، نقيب صيادله القاهره وعضو لجنه الصحه في مجلس الشيوخ. يعني يمكن كمان الكلام اللي قاله دكتور محمد وكلامه عن دكتور ثروت، احنا فعلا يعني بنتشرف ان احنا هذا الكيان اسسه انسان، انا بحب دايما اقول مصري، رجل اعمال مصري ناجح، رموز من الرموز المصرية العصامية اللي بنت نفسها، وفي نفس الوقت رجل له أيادي بيضاء. وكلمة أيادي بيضاء دي يا جماعة، أيادي بيضاء على يعني في, في, في الحاجات اللي هو بيعملها، وأيادي بيضاء على الحاجات اللي احنا ما نعرفهاش، شخصية ليها يعني دور ومجهود يمكن اللي باين منها سي تي في حاجات تانية مش باينة. ربنا ينيح نفسه بسلام، وفعلا من الشخصيات العظيمة المصرية القبطية. بيشرفنا كمان ان احنا يكون معانا على الهاتف نيافة الحبر الجليل الأنبا جوزيف الأسقف العام بأفريقيا. سيدنا مساء الخير. سلام ونعمة. سلام سيدنا، نقبل الأيادي. سلام ونعمة. أهلا بنيافتك معانا سيدنا. يعني احنا حابين في البداية نعرف، هل نيافتك في البدايات كنت متابع حاجات لسي تي في او بعض الحاجات؟ الاكتر حاجة كنت نيافتك شايفها كان فيها يعني احتياج عند الشعب القبطي سواء جوه مصر او بره مصر، برضو يعني الاباء وتقييم الاباء رسالة سي تي في عبر 16 سنة تفرق معنا اكيد كتير يا سيد. طبعا يعني هي أول قناة، يعني من القنوات الأولى اللي اتعملت بتعبر عن الفكر المسيحي الأرثوذكسي، وبتعلم الكل حاجات جميلة في كل شتى المجالات. والحقيقة احنا طبعا في الدين استفدنا منها جدا، وأحب برضو أذكر بالذكر الدكتور ثروت بسيدي الله يقدس روحه. بس طبعا أحب أقول قبل ما أجيب سيرة الدكتور ثروت الله يقدس روحه، هي إن أنتوا متابعين كل حاجة، ويمكن كمان بعد رسالتي متابعين قوي في نبض الطراز، التطورات اللي بتحصل في طراز افريقيا، ومتابعين كل خطوه وبتتعلموا وبتنشروا كل حاجه جميله جدا عن خدمه طراز افريقيا، فده شيء جميل جدا جدا جدا. برضو اسمحوا لي انا اتكلم عن الدكتور ثروت برضو. اتفضل سيدنا. طبعا كان عظيم فعلا، ذكرى عطره معانا لما كنا في دير الانبا شوي زمان، هو كان يعني حبيب او صديق لسيدنا العظيم الامبراطور الرئيس الدير في ذاك الوقت، وكان دايما ايديه بيضاء جدا في الادويه والعينات الطبيه للقربان ولاخواتنا العمال في الدير، وكان دايما بيقدم مساعده جميله جدا، وكنت اروح ازوره في المصنع وقابله، وكان دراعه اليمين انسان عظيم ايضا دكتور هاني كمير الله يرحم نفسه. فلما كنا نتقابل كانت قعده ثلاثيه بتبقى جميله جدا ومبهجه ومفرحه وثريه الروحانيات كمان، لان الاثنين بصراحه كانوا اثنين جمال جدا ما يتعوضوش. فنتذكر كل ده ونتذكر كل تشجيع ليه في المجال الطبي والعلاجي بالنسبه للدير، فبنتذكره بالخير حقيقي جدا جدا جدا. الله ينح نفسه، ويا ريت طبعا اولاد المبارتين يكونوا ماشيين على نفس النمط، هذا الانسان العظيم الوطني فعلا فعلا. أكيد. سيدنا خليني يعني أسأل نيافتك عن وجهة نظر نيافتك للإعلام القبطي ولينا كقناة، هل إحنا، أنا عارف طبعا خدمة نيافتك في أفريقيا والخدمة في أفريقيا مش سهلة، فأكيد برضو نيافتك شايف إن ممكن في بعض الحاجات إن هي يبقى عليها مزيد من التركيز والضوء، وبالذات إن كنيستنا متسعة في القارة الأفريقية ولها خدمات، يمكن كمان وقت الكورونا كانت الكنيسة القبطية ليها أدوار بارزة يعني في الحاجات دي، فنيافتك شايف ان احنا كقناة قبطية أرثوذكسية ايه اللي ممكن تاني بالنسبة للخدمة في افريقيا نقدر ان احنا نغطيه؟ انا اتكلمت مع الدكتور ريمون حقيقي، انسان عظيم جدا، والحقيقة ان احنا متفقين، بس منتظرين الوقت المناسب هو ان يجي يعملوا التوثيق للخدمة الاقتصادية في افريقيا في كل بلد على حدة. لكن المبدأ موجود، هي منتظر التوقيت، يمكن ربنا ما هيرتب الميعاد هتنشر الحاجات دي بالظبط كويس وهتتطور صح جدا. تمام. لكن في كافه الاستعداد وكافه القبول لهذه الفكره عند دكتور ريمون عند قناه سي تي في نفسها. فاعتقد ان دي هتبقى اضافه قويه جدا جدا
لقناة سي تي في لو عملنا الـ الـ الإثراء وكم المعلومات والتوثيق ليها من خلال زيارة البلاد في أفريقيا. أعتقد دي هتبقى جميلة جدا، لأن انتوا عندكم نوع من الاحترافية في الموضوع ده فعلا يشهد لها. فأتمنى إن احنا ربنا يرتب الميعاد دوت وننفذ في اقرب وقت ان شاء الله. دي شهاده نعتز بيها من نيافتك يا سيدنا نيافه الحبر الجليل الانبا جوزيف اسكم في عام افريقيا. بنشكر نيافتك على هذه المداخله، ونيافتك بتعيد علينا. شكرا جزيلا لنيافتك سيدنا. شكرا طيبين، شكرا ونيافتك طيب وبخير وسلام سيدنا. طبعا بنفكر حضراتكم مره تاني ان احنا بنستنى كل اتصالاتكم وكل تعليقاتكم وتفاعلكم معانا في حلقه النهارده. خلينا نروح سريعا كده لتعليقات المشاهدين على السوشيال ميديا. عندنا نعمه وهيب بتقول كل سنه وقناه سي تي في بخير وسلام ودايما بركه لكل بيت، وتحيه البرنامج في النور والقائمين عليه، ودايما بالتوفيق عقبال كل سنه وانتم بالف خير. ميرسي وانت طيبه. نادية معوض كمان بتقول كل سنة وانتم طيبين، وقناة سي تي في تمتعنا بكل برامجها الرائعة المفيدة الهادفة، وكل العاملين بالقناة طيبين وبخير، ربنا يبارك حياتكم وخدمتكم. أستاذ تاني؟ أستاذ إبراهيم مسعود بيهنينا وبكل العاملين بالقناة وعقبال ألف سنة. البتول بتقول لنا كل سنة وانتم طيبين. أستاذ بيتر بسادة برضو بيقول لنا كل سنة وانتم طيبين، وكل مقدمي برامج القناة بخير وسلام. سوزي بولس بتقول كل سنة وانتم طيبين وبخير، يا أحلى برنامج وأحلى قناة وأحلى مذيعين أمام الشاشة أو خلف الكواليس، ودايما متفوقين ومن نجاح لنجاح. شكرا جدا على كلامكم الجميل. عاطف عادل بيقول كل سنة وانتم طيبين وعقبال مليون سنة، وبيسأل على برامج مختلفة ليها علاقة بالكنيسة القبطية. طيب نانا رمسيس بتقول مساء الخير، والحقيقة بتقول كلام جميل جدا، بتقول يوستينا الجميلة والمتميزة وشنودة المتميز كل سنة وانتم طيبين وبخير، وكل العاملين في القناة فرد، وربنا ينيح الدكتور ثروت باسيلي في أحضان القديسين. وبتقول ان قناة سي تي في مهمة ومتميزة خاصة لكل بيت وخاصة للمهجر، وبتقول لنا ان هي بتتابعنا دايما وبشكل منتظم من إيطاليا، وتقول لنا شكرا جزيلا ليكم ولكل القناة. تعليقاتكم غالية جدا علينا الحقيقة، وتحية خاصة بقى لكل مشاهدينا في المهجر اللي بيشوفونا من كل حتة في العالم، واحنا عارفين قد ايه بيفرق قوي مع الأقباط الموجودين في الخارج القنوات الموجودة في البيوت، عشان في بعض الكنائس بتكون بعيدة عنهم، مش طول الوقت قادرين يسمعوا، ينزلوا الكنيسة يسمعوا وعظة أو يحضروا اجتماع، فبالنسبة لهم بيكون حاجة حلوة قوي إنهم يفتحوا التلفزيون يشوفوا سي تي في جايبة وعظة من فين، يشوفوا برنامج، يشوفوا تأملات. يعني الحقيقة احنا عارفين قد إيه ده بيفرق بشكل خاص لكل الأقباط في المهجر. الحقيقة كمان يا أستينا يعني استوقفني تعليق قبل ما ناخد المكالمة اللي معانا. أستاذ عادل غنيم بيهنينا وبيتكلم عن المصداقية والروح الجميلة لجميع مذيعي ومقدمي البرامج، ودي شهادة بنعتز بيها يعني كلنا من أستاذ عادل غنيم المتابع لينا، شهادة لكل برامج القناة ولكل مذيعين القناة. نتمنى يا رب ان احنا دايما نبقى عند حسن ظنكم، اللي انتوا بتفكروا فيه احنا بنعرضه، الإيجابيات بنشيد بيها، السلبيات بنعرضها بطريقة تبني وتعلي من بلدنا مش تهد في بلدنا. وده الفارق بين الإعلام الواعي المستنير والإعلام اللي له أغراض أخرى، وده طبعا مش موجود يعني عندنا هنا في مصر. المفروض ان احنا هناخد تليفونات دلوقتي. أستاذة ميرنا من القاهرة، أستاذة ميرنا أهلا بيكي. ألو ألو أستاذة ميرنا. أيوة أهلا بيكي يا أستاذة ميرنا. أهلا بحضرتك. أهلا بيكي يا فندم، كل سنة وحضرتك طيبة. حضرتك طيب. إحنا معاكي وحابين إن إحنا نعرف يعني الحاجات اللي انتي بتتابعيها في سي تي في، الاهم الحاجات اللي انتي بتقفي قدامها، قد ايه سي تي في كانت بالنسبة لك كقناة بتحقق ليكي كمشاهدة حاجات كنت عايزاها، حابين نعرف منك اكتر. احنا بنحب قناة سي تي في ونحب نعيد عليك ونقول لكم كل سنة طيبين، وهي قناة حلوة قوي وكلنا بنحبها. ميرنا انتي طالبة ولا بتشتغلي؟ لا انا متجوزة. متجوزة. طيب هل انت شايفة ان تنويعة البرامج عندنا بتحقق لكم كأسرة اللي انتوا عايزينه، ولا في حاجات انتوا شايفين ان احنا ممكن نقدمها لكم زيادة؟ بنستفيد منكم كتير طبعا يعني، وبنسمعكم وبنحبكم.
تمام، وده شرف لينا يا ميرنا، واحنا مكملين بتشجيعكم. وجودي هنا هيربت برضه بيحبكم جدا وبيعيد عليكم. طيب وكل سنه وهو طيب. واحنا عيد برضه على بابا وقناه سي تي في، عيد ميلادهم النهارده. اه دي فرصه جميله جدا. فرصه حلوه جدا جدا. كل سنه وهو طيب. كل سنه وهو طيب. ودايما بتشجيعكم ومحبتكم احنا مستمرين ومكملين معاكم ونبقى عند حسن ثقتكم دايما يعني. ناخد معانا كمان من الاقصر بقى استاذ ايمن. الو. مساء الخير. مساء النور. دكتور ايمن من الاقصر. دكتور ايمن اهلا بيك معانا. كل سنه وانتم طيبين وعقبال الف سنه ان شاء الله. حضرتك طيب وبخير شكرا. حابب تقول ايه لقناه سي تي في؟ طبعا كل من المذيعين كلهم المتميزين في سي تي في طبعا يعني، واحلى البرامج اللي بيقدموها طبعا، واحنا طبعا مبسوطين جدا بالبرامج كلها اللي بتقدم دي. يعني الف شكر طبعا على مداخلتك الجميله وعلى معايدتك الحلوه. ودايما المذيعين المتميزين طبعا في السي تي في كله، مش عايز اقول اسم عشان ما انساش طبعا، كلكم متميزين وكلكم يعني فعلا يعني استاهل الجود وفعلا الشكر يعني. يا ربنا ينيح دكتور ثروت. ربنا ينيح الدكتور ثروت بشيري طبعا، الدكتور العظيم ده. الدكتور العظيم طبعا ده، ودايما في فكرنا ودايما طبعا نفتكره على طول يعني. طبعا كل سنه وانتم طيبين وربنا يديكم الصحه ان شاء الله، وفي الجديد دايما كده ان شاء الله. احنا بنشكرك على مداخلتك الجميله يا دكتور ايمن، والحقيقه سعداء جدا بمتابعتك لينا من الاقصر، وبنسعد ان احنا عندنا تنوع الحقيقه في المشاهدين دايما. ده شيء بيميز سي تي في ان احنا بنوصل لمختلف المحافظات، واهالينا في الصعيد كمان بيتابعونا بشكل كبير. بشكرك شكرا جزيلا. خليني كمان يا استينا اكد عليك تنوع المشاهدين، والكثير من المصريين بيتابعونا يعني، مش المسيحيين او الاقباط بس، اخواتنا المسلمين كتير بيتابعونا. ويمكن كمان احنا عرضنا كتير من المشكلات اللي بتخص المصريين يعني، احنا بنقدم خلال هذا البرنامج برنامج احنا قناة دينية، عندنا برامج دينية أرثوذكسية للأقباط، ولكن ايضا عندنا البرامج اللي بتلائم كل المصريين، بتناقش مشاكل كل المصريين. فاحنا بنتشرف بكم كل هؤلاء المتابعين في القاهرة والمحافظات والوطن العربي والعالم كله. خلينا نرحب معانا على التليفون الحقيقة بشخصية دائما ما كانت برضو ما بتتأخرش أبدا عن قناة سي تي في، ودايما بتشاركنا في الحضور أو الحوار حول مختلف القضايا اللي حقيقي بتكون فارقة جدا في الوطن، وقد إيه بتكون قضايا مهمة نسمع فيها آراء المتخصصين وأصحاب الفكر المختلف. طبعا مرحب معانا على التليفون بالأستاذة فاطمة نعوت، الشاعرة والكاتبة الصحفية. أهلا بحضرتك معانا. اهلا بيكم، كل سنه وانتم طيبين. حضرتك طيبه يا رب. كل سنه وسي تي في طيبه، وقناه وطنيه، قناه دايما شايله هم الوطن، بتناقش مشاكل الوطن، قناه غير متحيزه. الحقيقه يعني بحب القناه دي، وبحس ان هي منبر من منابر التنوير الحقيقي والوطنيه في مصر. فبقدم لكم التحيه، وبقدم التحيه للدكتور ثروت طبعا الله يرحمه، ودكتور ايليا اللي بيكمل المسيره، وكل الشباب الواعد اللي انتم يعني شايلين هذا المشعل المحترم. حقيقة بنسعد جدا بمعايدة حضرتك، وزي ما قلت دايما كنت بتشرفينا في مختلف المواقف وفي مختلف الحلقات اللي ليها علاقة بالأحداث اللي بتحصل. فاحنا كمان بنشكر حضرتك انك على مدار ال 16 سنة من عمر سي تي في ايضا كنت جزء في هذه الرحلة. بنشكرك شكرا جزيلا. كل سنة وانتم طيبين، ودايما يا رب رافعين راية الوطن وراية التنوير وهموم الوطن. كل سنة وانتم طيبين، وتحية ليكم من كل العاملين في من الصف الإعلامي والمعدين وكل الشباب العاملين في قناة سي تي في. شكرا جزيلا. شكرا الأستاذة فاطمة نعوت، الشاعرة والكاتبة الصحفية. نروح بقى لتعليقات تانية يا أستينا. عندنا الأستاذة إنجي عبد النور بتقول كل سنة وانتم طيبين وعايزين برامج أكتر، والله ينيح نفس الدكتور ثروت بسيدي. ام شنوده جرجس كل سنه وانتم طيبين، احلى قناه واحلى مذيعين واحلى البرامج، ربنا يوفقكم وبنجاح لنجاح. شكرا ليكي، وشكرا كمان للاستاذه انجي. عندك كمان تعليقات تاني. انجي عبد النور بتقول كل سنه وانتم طيبين وعقبال 100 سنه وعايزين برامج اكتر، وبتقول الله ينيح نفس الدكتور ثروت بسيلي.
عندنا كمان أبو سفين سامي بيقول مساء الخير على أعظم قناة وأجمل برنامج وأفضل مقدمين لبرنامج في النور، برنامج صريح وشامل للأحداث اليومية، بننتظره يوميا، ربنا يبارك في خدمتكم. بشكرك جدا ونشكركم على تعليقاتكم الحقيقة الغالية جدا علينا وشهاداتكم لينا. إحنا يمكن بشكل أساسي بيهمنا هو التأثير، ويمكن اللي أنتوا بتقوله لنا ده بيقول لنا إن اللي إحنا بنعمله نوعا ما له تأثير في حضراتكم، وإن إحنا بننشر المعلومات حقيقي بشكل مختلف، وبنتناول الأحداث بشكل يومي أيضا مع حضراتكم بشكل تاني مختلف. لافينيا عماد بتقول كل سنة وسي تي في طيبة وكل العاملين فيها طيبين وبخير ودايما من نجاح لنجاح. خلينا نأكد كمان إن من ضمن أهداف القناة المصرية القبطية الأرثوذكسية أن تكون تنويرية. جماعة والهدف التنويري في الوقت اللي احنا فيه بصفة عامة، التنوير والثقافة مطلوبين لكل المجتمعات وكل البلاد، ولكن لما تبقى بلد زينا بقالها فترة طويلة بتعرضت لما تعرضنا له والمراحل اللي احنا عدينا بيها والمشكلات وصولا الى اللي احنا فيه، لما يبقى في جانب تنويري احنا بنهتم بيه من هنا وبنعرضه بكل مصداقية وبنناقشه وبنفتح المواضيع. يمكن افتكر معاك يا يوستينا كمان غير المواضيع التنويرية احنا فتحنا موضوع ملف قانون الايجار طبعا القديم. الجميل بقى ان احنا برضو، وده برضو شكر لفريق الاعداد معانا، الرئيس اتكلم فيه بعديها باسبوع والناس اتصلوا بينا شكرونا وقالوا لنا كتير ان احنا طلعنا في قنوات اخرى، لكن اما اتكلمنا معاكو الموضوع اتفتح وكان فيه توجيهات لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، فدي اشادة احنا بتدينا ان احنا نبض وترمومتر للمشاهدين، بنهتم بكل ما يهمهم وبتشجيعهم احنا مكملين. بيشرفنا ان احنا يكون معانا على الهاتف قدس ابونا موسى ابراهيم المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الارثوذكسية. اهلا بقدسك يا ابونا. اهلا بيك يا اخي شنوده. اهلا بقدسك، مشرفنا ومباركنا. الو قدسابونا. ايوه يا اخي شنوده. الحقيقه قدسابونا يعني عارفين طبعا بخدمه قدسك ومسؤوليه قدسك عن المكتب الاعلامي والمتحدث الرسمي باسم الكنيسه القبطيه الارثوذكسيه. طبعا يعني لما نتكلم مع قدسك على رؤيه قدسك لسي تي في وما قدمته سي تي في خلال هذه الاعوام، اكيد قدسابونا موسى هنسمع منه تقييم وهنسمع منه توجيهات وهنسمع منه ارشاد لينا يفيدنا في المرحله الجايه. يعني الأول بنهني كل طاقم العمل في القناة بالعيد 16 بتقدمه من خلاله. بدون شك قناة سي تي في نافذة حقيقية وحية ومتجددة للكنيسة القبطية وأيضا للمجتمع المصري. ويمكن لاحظنا أنه قداسة البابا في مداخلته معاكم النهاردة أشار للمعنى ده بوضوح، أنه قناة سي تي في قناة بتعبر عن قضايا الكنيسة وعن نبض الكنيسة وأيضا اهتماماتها وحرصها على كل القضايا الوطنية. النقطة الثانية أنه الحقيقة القناة نجحت ان هي تدخل كل بيت وتوصل لكل مكان وتوصل لاماكن نائية وبعيدة في اعماق الريف المصري وايضا خارج مصر، وبالتالي الحقيقة بتنقل الروح الكنسية ورسالة الكنيسة وتنقل رسائل توعوية متعددة لأماكن ربما لا يصلها ولنفوس لا يصلها صوت الكنيسة إلا من خلال سي تي في. تمام.
قدس ابونا موسى، يعني هي شهادات وكلمات ذهبيه من قدسك بنعتز وبنتشرف بيها، ودايما نبقى عند حسن ظن اباء كنيستنا، ودايما نبقى بتوجيهاتكم وبارشادكم وبصلواتكم نبقى دايما بنقدم الاعلام القبطي المصري الهادف اللي بيفيد كل المصريين ويفيد طبعا المصريين الأقباط الأرثوذكس. قدس أبونا موسى إبراهيم المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بنشكر قدسك أبونا شكرا جزيلا. حقيقة زي ما قلت يا شنودة، إن يعني عشان نكون وسيلة إعلامية هادفة وبتقدم موضوعات مختلفة، ده مش بيتطلب الحقيقة جهد بس من مذيعين ومعدين ومن القائمين على البرامج، لكن كمان بيتطلب إرادة من إدارة القناة أو من المؤسسة نفسها علشان نقدر إن احنا ننفذ ده. لولا دعم الحقيقة الإدارة الخاصة بقناة سي تي في والقائمين عليها اللي بيكملوا المسيرة بعد نياحة الدكتور ثروت باسيلي، ما كناش هنقدر الحقيقة إن احنا نخرج لحضراتكم بهذا الشكل المميز اللي يليق بمشاهدي قناة سي تي في. عشان كده هنخرج فاصل سريع، وبعد الفاصل هنبدأ نتكلم أكتر مع القائمين على قناة سي تي في. هيشرفنا طبعا يكون معنا أفراد عائلة الباسيلي وتحديدا الأستاذ إليا ثروت باسيلي، علشان نتكلم أكتر على إزاي المنظومة دي كلها بتشتغل علشان في الآخر تخرج لحضراتكم بهذا الشكل. بعد الفاصل استنونا.